بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذ دكتور يوسف أبو عدوان السيد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب الزقازيق، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة في المجلس الأعلى للجامعة. الحقيقة حابب أتكلم أدي نبذة صغيرة كده في عجالة، بس الموضوع مهم جدا، وهو موضوع فيروس سي مع الحمل. لو واحدة عندها فيروس سي وحامل، أول حاجة بادئ زي هل كل واحدة حامل لازم تعمل سكرين أو تشوف هي عندها فيروس سي ولا لا؟ الإجابة يفضل يستحسن، لأن احنا من البلاد اللي يعتبر من أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي على مستوى العالم عندنا، والحمد لله الدولة بتعمل دلوقتي إيراديكيشن، أو إن شاء الله نقدر نتغلب عليه ونشيله خالص من مصر. لكن لغاية لما ده يحصل، لو جات لي واحدة حامل يفضل أعرف هي عندها فيروس سي ولا لا. الهيباتيتس سي فيروس أنتيبوديز، هل عندها الأجسام المضادة للفيروس سي ولا لا؟ طيب هي جات وعندها الهيباتيتس سي بوزيتيف بالأنتيبودي بوزيتيف، أعمل لها إيه؟ بنعمل الحقيقة أربع حاجات. أول حاجة بشوف بالبي سي آر الفيروس سي بالبي سي آر هل موجود ولا لا؟ دي أول حاجة بعملها. تاني حاجة بعملها بخلاف ان انا بشوف الانتيبودز، بشوف الفيروس سي ده التتر بتاعه قد ايه. خلاص ده شغل المعمل. بعمل الليفر فانكشن تيست او وظائف الكلى بالذات الاي ال تي. طبعا في ليفر فانكشن تيست كتيره، لكن الاي ال تي هو اهمهم. ثالث حاجه بعملها ان انا بشوف في اذر فيروس ولا لا. مش معنى انها هيباتيتس سي بوزيتيف اسيبها، لا، ادور على هيباتيتس بي، اشوف الاتش اي في، الحاجات الفيروس الثانيه اللي ممكن تتنقل برضو زيها زي الهيباتيتس سي. ما انساش ان انا ابعتها للهيباتولوجي لدكتور بطن متخصص في الحته دي. طيب عشان هتاخد علاج ولا ما تاخدش علاج؟ تاخد اثناء الحمل ولا ما تاخدش؟ لا ما تاخدش. ليه؟ بالرغم من ان علاج فيروس سي دلوقتي اللي هو آمن الكاتيجورايزد بي وكده وبيتاخد، بس هو المشكلة ان فيروس سي دلوقتي عشان نعالجه لازم بيبقى كومبايد مع انترفيرون، اللي هو ما ينفعش اديه أثناء الحمل. طيب أثناء الحمل هل الفيروس سي ده ممكن يوصل للبيبي؟ هتسألني الأم، بيوصل للبيبي؟ هو بيوصل بس النسب بسيطة جدا، ببساطة جدا أقل من 5%. لو البي سي آر بتاعها بوزيتيف اقل من 5%، لو البي سي ار نيجاتيف هو حوالي 1%. طب ده يهمني في ايه؟ يهمني عشان البيبي لما يتولد اعرف ان هو عنده بي سي ار ولا لا، سوري عنده فيروس سي ولا لا. طب نعرف ان عنده فيروس سي ولا لا ازاي؟ مش بالسكريننج، مش بالفحص ان انا اشوف الانتي بودز عنده ولا لا. اعمل حاجه من الاثنين، يعمل بي سي ار للبيبي بس بعد شهرين من الولاده، واعيده تاني بعد 3 شهور او 4 شهور، لو طلع بوزيتيف هو عنده هيباتيتس سي. طب معنى كده انه اعمل ايه عشان خاطر اعالجه؟ طبعا مش اعالجه هو طفل، اعالجه لما يكبر، بس اعرف ان هو عنده الهيباتيتس سي عشان ما يستقبلش حياته وهو عنده الفيروس ده، او ينقل العدوى للي موجودين في البيت في الام، رغم ان العدوى قليله جدا. طب لو حابب اعمل بالانتي بوديز مش قبل سنه ونص، لو انا بعمل بالانتي بوديز يعني هيباتيتس سي انتي بودي تتر ده يبقى مش قبل سنه ونص، لكن قبل لو انا مستعجل او الام عايزه تعرف البيبي خد عدوى ولا ما خدش، يبقى مش برضو من بعد 2 3 شهور من الولاده وتعمل بي سي ار للبيبي. خلاص. طيب السؤال المهم، الام اللي عندها هيباتيتس سي ترضع ولا ما ترضعش؟ ترضع. It's safe, very safe. كل الأثوريتيز في العالم، الرويال كوليج والأمريكان كوليج وكل الدنيا أثبتوا السيفتي، فيما عدا لو كان في تشققات في الحلمة وعشان خاطر ما يوصلش للبيبي. يبقى الهيباتيتس سي نخاف منه أثناء الحمل؟ لا ما نخافش منه. بيتنقل للبيبي؟ بيتنقل بس بكمية قليلة جدا، وأطمن الست الحامل. تاخد علاج وهي حامل؟ لا، تاخد بعد ما تخلص حمل، ده للأمان ليها. مع ان السوفالدي امن اثناء الحمل، بس هو المشكله ان احنا بنعمل السوفالدي مع دواء تاني، ده الريجيمن اللي بتتبعه وزاره الصحه، واللي يعرف اكتر مننا الهيباتولوجي الهيباتولوجيست او اخصائيين امراض الباطنيه بالذات اللي هم انترست او الحته بتاعتهم الفيروس سي، هم يقدروا يقولوا لنا الريجيمن بتاعه ايه والعلاج بتاعه كويس ومضمون. ودلوقتي بنقدر نعمل كلير لان عرفنا السب تايبس اللي موجود في مصر، وادينا العلاج السبيسيفيك ليه. اتمنى يكون وصلت معلومه سهله وبسيطه،
للست الحامل اللي هي ممكن تكون عندها فيروس سي أو هيباتيتس سي بوزيتيف أو عندها الهيباتيتس سي موجب أثناء الحمل. ألف شكر.